السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتم القرآن دعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنفض في بريته أحكامه وأجرى بمشيته أقلامه وقدر على الأنام حمامه وأنزل على نبيه المخصوص بالكرامة كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة هنالك يقال للمجرم أنمتاز ونحي المؤمن عن سواء الجحيم فاحتاز وثبت سعيد على الصراط فاجتاز فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ومن ألقي في النار فقد آل إلى الثبور ومن أدخل الجنة فقد نفر بسرور وأوفر الجدل والحيور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد النبي الأمي العربي القريشي الهاشمي الأبطحي البشري المكي المدني زمزمي صاحب النصيحين وابن الذبيحين وجد الصبيحين أفصح العرب وأكرمهم وأفضل الأنبياء وأرحمهم. اللهم رزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ولا تحرمنا رؤيته وأوردنا حوله المورود واحشرنا تحت ظل لوائه المعقود وأجرنا اللهم من هول يوم القيامة وشدائده ونصبه وزلازله وتعبه واجعل اللهم ثواب قراءتنا وبركة دعائنا واستغفارنا وصلواتنا لمن اجتمعنا هاهنا بسببه وأنت تعلم منا بنسبه واسمه وتلون القرآن العظيم لأجله ارحم اللهم مثواه وبل ببابل الرحمة ثراه وارحم يا رب غربته وآنس وحشته وآمن روعته ونفس قربته ونور محلته وارفع درجته وكلنا وله وليا وبنا وبه حفيا. اللهم وامح ما كان من السيئات في ترسيه وافسح له ما ضاق من رمسه واجعل الحور القواعب من أنسه وأنيسه. اللهم وما أتاك به من حسنة فتقبلها وما أتاك به من سيئة فتجاوزها وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وجيرانا خيرا من جيرانه. اللهم وألبسه من السندس والاستبرق وآنسه يوم الفزع الأكبر فلا يقلق وثبته على الصراط فلا يزل ولا يزيغ ولا يزلق. اللهم اجعل له يوم لقائك نورا ولقه منك نظرة وسرورا ورحمة وحيورا وأطيب ذوقا وكأسا دهاقا. اللهم وآته باليمين كتابه وجعل من النور المستنير الجلبابه وصير الجنة بعد ذلك مآبه وجد بعفوك على قبيح أفعاله وتجاوز عن زلله وأخطاله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أدخل اللهم يا كريم عليه وعليهم وفي قبره وقبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور والبهجة والحيور إنك ملك رب غفور. اللهم ونحن عبيدك الضعفاء الفقراء والمساكين مقصرون ارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه قبلنا وبارك اللهم لنا ولهم فيها فيما صاروا إليه ولنا واجعل اللهم فيه فرحنا لا ترحنا واجعل ملك الموت عليه السلام لقبل أرواحنا شفيقا رفيقا رؤوفا رحيما حفيا ورافقا. اللهم
بنا وبهم والمسلمين مع من كان صديقا نبيا في جنتك التي لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم بكرة وعشيا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.